يا اخي يا اخي يا بياع العتايق. امريني يا اختي، عندي انصليه بدي بيعها لك. مصلحه؟ معلوم لي مصلحه، بس بدي اشوفها بالاول. بدك تشوفها؟ ايه مو مشكله. خذي لنا طريق اختي، خذي لنا طريق. تكي يا اخي لافتح لك. فوت يا اخي فوت. يا ساتر، يلا يلا. الأوضة اللي على شمالك. يا ساتر يا ساتر. والله برماك الهوى يا ناعي. هون هدى الطير وطار، هون هدى الطير وطار. قولي على بدني شو هالمرة اللي بتاخذ الأعين؟ مو طالع من خاطري بي على هالأنصلية. الله بيعودك بالأحسن. الله كريم، ربك ما بينسى حدا يا أم صالح. طولي بالي. جارتي واختي ام احمد. تسلمي لي يا رب. اترك هالقشطة والعسل شلون؟ عم لك اطلع لبرا، اطلع لبرا يا حقير يا واطي يا ندل، يلك اطلع لبرا. يملك بعتلك كيف طالع مثل الشيطان الرجيم، اطلع من هون ولا؟ شلون بدي اطلع من هون قبل ما ادوق القشطة والعسل يا حبيباتي؟ شلون؟ فشرت عينك يا ابن الحرام، فشرت عينك. خلصنا بقى، كلي انت وياه وهدوا، لا تطلعوا صوار، خلونا نصطيش مع بعضنا، ولا من جاب ولا من دري. ولك ما فشرت يا ابن الكل، روحك بدي طلع لك اياها، ولك تعال. خير الله ومجعله خير. شو صاير عندهم؟ ابصر، لا حول ولا قوة الا بالله. بس كانه من هون جاي الصوت. اكيد. ليه الصوت؟ من بيت ابو صابر الله يرحمه. ابصر شو صاير عندهم. يا اهل الحارة. شو عم تسوي جوا؟ سألتك شو عم تعمل عند المسجونة؟ يا رجال الحارة الحقونا. اهدي اهدي يا اختي، انا ابو طالب ورجال الحارة كلها بخدمتك. احكي. يخلي لك وش السعد يا اخي وتفرح فيها، تلحق هذا النجس بياع العتايق وتقلبه. الله يخليك. شو عمل معي؟ الخسيس، الخسيس حاول يتراسل علي انا وجارتي ام احمد. الحقني يا ابو طالب. لا يا عاطل. كذب كذب اهدى. كذب يا سيدي يا ابو طالب، والله كذب كله كذب. انا عندي ما دفعت لها حق الا وصيه مثل ما بدها، صارت بدها تتبلاني وتحط من قرارتي ومشاني. يلا وكيلها. شو يا شباب؟ هذا العاطل حاول يعتدي على مرت المرحوم ابو صابر. لا شو عليك يا واطي؟ يا ساتر يا رب. كذب يا سيادنا، كذب كذب كله كذب. خرج يا شباب. بعدين كل حادث حديث. مزبوط، الحال كذاب لا ورا الباب. خير 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 يا اختي، شو صاير؟ احكي لنا. ما لحق هذا الدجس يفوت على الاوضه لحتى يشوف الانصليه، ما لقينا غير دافش الباب علينا وفايت مثل الشيطان. اي والله يا سيادنا،
بحالنا، لو ما كنت عند اختي مصابر الله اعلم شو كان صار بحالنا. استغفر الله العظيم يا ساتر يا رب. لا يا واطي لا لا هذا على حلم الشهيد بالبيت. يا سيدي راجي دقيقة ولك نصار شو فكرني انا؟ شو فكرني؟ اخذت الحكومه كلها يا سيدي. قول شوف عود هنيك واحكي لي بالتفصيل شو صار معكم؟ نعم بعيونك شو محتاج. هات لشوف احكي لي بالاول ولا قال لك نعمل محضر يا بهران؟ لك شو محضر ما محضر يا سيدي؟ لك اخي ما بدك كان احميه؟ خليني احكي لك بالاول، بعدين انا حمل محاضر انا حمل محاضر. شوف لا انا بعرف عمايلك ليكون عامل لك شي عمله ناقصه وجعل عندي لحتى احميك حاجه بكفي. انا حميتك كثير ما عاد ناقصني فهمت؟ لك يا سيدي والله انا مقدر منيح كثير مقدر وبعرف قديش انت متحملني. طيب هات لي شوف احكي لي من اول يلا يا سيدي. عم يتهموني اني لك انك شو؟ اني ولا خلصت احكي اني تحرشت بحرمتك. شو قلت له؟ انت مقبوض عليك يا بهران بهران تحيلك يا سيدي ولا حرف لك خدامك سيدي انا خدامك من اول دبحتني على الفاضي احكي من اول هيك والله ما عم صدقني سمعته لك حرمه من عيالنا وخلانا عم تبيع اغراض بيتها مشان طعمي ولادها شيء يا ما ورا الباب السكره في مقاسي ومصايب لك عنيم حسبنا الله ونعم الوكيل يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي فريز النو شو بو؟ هرب شو عم تقول؟ لك شلون هرب؟ يخرب بيتكم لك شو حرمات؟ لك شبين بالسكر وحارة واحد سوز قد الكمشة بيهرب منكم شلون؟ تحايل علينا بدود حاجة فات على الجامع ما عاد لقيناه يا بدش راسي لك كنتوا دوروا عليه لك ابني دوروا عليه دورنا عليه يا سيدنا الله وكيلك دورنا عليه وما كنا نلاقيه ما خلينا زابوقه ولا حارة تعتب علينا الله وكيلكم شرفوا سيدي قلتلكم خلوني احط الحد عليه واخلص منه ما رضيتوا هي هرب عملتوا الوسخه ليش نحن كنا عرفانين انه راح يهرب من ايدين شبين بياكلوا راس الحيه كنا عرفانين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اسمع انت وياه الارض بدكم ترشوها ما بترجعوا الا هو معكم يلا امرك عمي امرك علي عمي الله معكم شرفوا هاي اخر مره بفوق اخر مره ها والله بري والله بري يا راجي يا فندي كذابين دائما بيتهموني ماني عرفان ليش بيكرهوني بيكرهوك ليش انت بالاول بتحب حالك لحتى حدا يحبك الله يسامحك يا سيدي الله يسامحك الله لا يسامحك هلا بتروح بتختفي وما بدي اشوفك بنوب لحتى نعرف كيف نحل القصه وابو طالب راجي يا فندي لك يا اخي ابو طالب تابع لمخفر ادوات انا ما دخلت فيه مالي سلطه عليه طيب مين بده يحميني؟ انت ما دخلك بالقصة لازم تختفي هالكم يوم واذا كبرت القصة انا بدبرك بس خايف يا راجي افندي خايف يكونوا عم يدوروا علي ويوم يلقطوني والله بيشخطوني اي ساعتها الله لا يردك بهون عليك سيدي بهون عليك ليك ولا اسمعني منيح وما رح عيد كلامي حاضر سيدي حاضر هلا مو الشكل عنده وفهم الانتكاتي بتعرفه؟ ما بعرف غيره مو الشكل عنده هو بيعرف وين بده يخبيك لانه هذا قلع من الحربايه بتضل متخبي عنده لحتى انا ابعث لك خبر مفهوم سيدي مفهوم راجي افندي لك روح الله يخلينا اياك ويعلي مراتبك وان شاء الله بجاه الحبيب محمد بشوفك جنرال لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا جماعه الشيء اللي صار مع عم صابر كلياتها متحمل مسؤوليتها عم تحكي درر يا ابو طالب كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته هلا يلي صار يا جماعة المهم شو راح نساوي بعد هالحادث أخي أنا بقول نخبر أعيان وكبارية الحارة ونحطهم بسلطة الوضع وبتصوري ما حدا منهم راح يقصر كلامك مدوزن يا ابو طالب ومعك حق من بعد إذنك أبو عدنان من اللحظة هي بتبلش تحصيائية للشهداء والأسرى والمحتاجين حول المعبين وعلى ضوء هالشي بيتحدد مبالغ كل رأس أسبوع بتوزع على المحتاجين ك
كمان علم. شيخ عمر، بتقيم شوية من تبرعات الجامع لهالغرض كمان. بيصير خير إن شاء الله يا أبو طالب، بيصير خير. أخي، اليوم نتعشى بيتكم صغير ونحكي بهالموضوع قدام كبارية وأعيان الحارة، شو رأيكم؟ أهلين حبيباتي، أهلين تقبروني. مظبوط الخبيث، ما دا هالحارة يا أمو؟ قالوا خبرية ولا كمي؟ أبويا وفيت حرام على بيتنا. ومنين سمعت هالحكي؟ حاكلها أبويا بالخبرية. لا تقبرني، الناس بتلتوا بتعجن كتير، لا ترد على الحكي الناس. فوتوا غيروا أوعيكم لبين ما حضر لكم الأكل، فوتوا.